من الأمور حقيقة المحزنة خاصة في هذه الأوقات التي نعيشها هو أن كثيرا من الناس اليوم تجد هذا الإنسان في قمة السعادة والفرح والسرور والانشراح والانبساط وهو يقلب مواقع التواصل، يتنقل من الواتساب إلى التويتر إلى الانستغرام إلى سناب شات إلى غيرها، وتجد هذا الإنسان بمجرد ما يفتح كلام الله عز وجل ويفتح المصحف لدقيقة واحدة أو أقل تجد هذا الإنسان قد دب إليه الملل وما هو إلا أن يغلق المصحف مرة أخرى، مع أن هذا الإنسان بل كل واحد منا اليوم يرجو صلاح قلبه. صلاح قلب المرء لا يكون بالتوسع في المباحات وإهمال قراءة الآيات.